بالنسبة لعملية الكرامة، دائما ما عودتنا على الإعلانات والتصريحات والبيانات الغير صحيحة والغير دقيقة والتي تتسم بالكذب طوال 4 أعوام من الاشتباكات في المنطقة الشرقية أو حتى على صعيد ليبيا. طبعا هنالك محاولة تضليل الرأي العام من خلال الآلة الإعلامية، سواء كان على صفحات التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال وسائل الإعلام التابعة لعملية الكرامة أو الدول إعلام الدول الداعمة لعملية الكرامة، سواء كان عبر شاشات الإعلام، سواء كان عبر إظهار بعض المظاهر لتحركات بعض الشخصيات التابعين لعملية الكرامة، إن هنالك يعني سيطرة وإن هنالك ظهور وإن هنالك حركة وهنالك دعم، ولكن الواقع الميداني يؤكد إن عملية الكرامة لم تحسم الأمر في مدينة بنغازي. لازالت عملية الكرامة أو قائد عملية الكرامة يزج ويضحي بأبناء المنطقة الشرقية في استنزاف واشتباكات لأبناء المنطقة الشرقية. الآن نرى التركيبة الديموغرافية في المنطقة الشرقية قد تغيرت بالكامل، هنالك يعني نستطيع أن نصفها بمنتهى الدقة، نسبة كبيرة جدا من الشباب في المنطقة الشرقية تم التضحية بهم في هذه الحرب. بالنسبة لإعلان قائد عملية الكرامة أنه حسم الأمر وأنه غير منقوص، هذا بعيد عن الواقع. لازالت الحرب مستمرة، لازال القصف مستمر، لازالت الاشتباكات، لازالت الضحايا تسقط في المنطقة الشرقية من كلا الطرفين. طبعا بالنسبة لتركيبة عملية الكرامة، وهذه دائما ما نشير إليها، هنالك من هو متورط في إجرام أمثال محمود الورفلي وصقر وغيره، وهؤلاء مصلحتهم استمرار هذه العملية، وهنالك من تم تضليلهم من خلال الآلة الإعلامية، وهؤلاء المغيبون أو المضللين والذين تم التضحية بهم في هذه الحرب. طيب.